أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أول حلقة من العودة المدرسية. أول حلقة من العودة المدرسية وماكش وحدك، ماكش وحدك، بتحط حد شايف في بالك، ماكش وحدك، ما تخافش، ماكش وحدك. تونس الكل لبعضها، الناس الكل لبعضها، الناس الخير لبعضها. فأول حاجة قلنا خنجي ونعملوا دورة في السنتر فيل، احنا كما قاعدين تشوفوا في قلب العاصمة، في قلب العاصمة، باش ناخذوا فورنيتور سكولير، فورنيتور سكولير ولا حوايج ولا سبابط ولا كراتب، معناها باش نحاولوا ناخذوا برشا حاجات باش فين نمشيو نجمو نتحركوا. جوست قبل ما نبداو حبيت نوضح حاجه، ما نبش ناخذوا حتى فرانك في دينا، حتى فرانك في دينا. اللي حاجته باش يعاون يشري لنا حاجه، يشري لنا كتبه، يشري لنا كرارس، يشري لنا تابليات، يشري لنا حوايج. اما احنا ما نبش ناخذوا حتى فرانك في دينا. فرحه العائله محلهم ناس مليح، وباش يفرحوا العائله، باش يفرحوا العائله. اما قال ما تصوروش، ما تصوروش، فنحترموا قراره انه ما نصوروش، باش نعملوا دوره ونعاودوا نرجعوا لهنا. مواطني عطا صحة قالت نعطيكم فلوس، قلنا لها لي اشري لنا حاجة كنحب، قالت نشري لكم تابلي. هيا يعطيها صحة، حق الوفاء والصبر. المكتبة النموذجية الليبراري بيلوت، الليبراري بيلوت هوني، ديما نجيوها. يعطيهم الصحة، يبارك لهم. وين نعملوا برنامج عنده علاقة بالعودة المدرسية يقولون ما قمش وحدكم، احنا معكم. يا زينة البلدان لا يوم عنا تهوني، يا زينة البلدان يا مسواعدكم يا تونس الخضراء. يعطي الصحة المكتبة النموذجية ببردو، المكتبة النموذجية ببردو، ليبراري بيلوت ببردو، يبارك لهم، يعطيهم الصحة. ميرسي. حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفاء والصبر والود والعشرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم أول نهار في العودة المدرسية، اليوم 15 سبتمبر أول نهار في العودة المدرسية. شادين اثنين العيد راهم، وجينا المنطقة اسمها أولاد هلال. مفهمتش علاش مازلت بالكوبا، قد وقتها 7:05 يدخلوا 8، ترى بربي فما صغار جايين هنا. 5:50 عسلامة، شنو أحوالكم؟ أنتم جيتوا قبل المدير في بالك 7:30، ما عادش بكري. عساس ما فهمش كما قال مروان، كما قال مروان عساس ما فهمش. يا تونس الخضراء يا مصوى عيشوهم. شنو احوالكم؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. شنو احوال المدرسه باهيه؟ حاله مزريه كيما المدارس الكل. علاش قلت الحاله مزريه؟ ما فيها شيء. عسلام. شنو هي حوالك سي عبد الرحمن؟ لاباس عليك؟ لاباس. بحالك؟ سبي وصلت قبلكم. الله غالب ذاك هو. وصغيرات وصلوا قبلكم. الحمد لله. وينكم؟ مازال بكري. انا قلت اول نهار كان جيت انا راني بيت في المدرسه. لا ذاك هو مازال بكري شوي. عوده يا سيدي، عوده ميمونه، عوده موفقه ان شاء الله. الحمد لله. 8 تبداو ان شاء الله. 8 ان شاء الله. احنا برنامج اسمه ماكش وحدك. ماكش وحدك نظهر نتفرج فيه. فين تفرج فيه؟ مازال ما بديش. لا لا، عاملين لي زانونس. البرومو البرومو. اش قالوا عاد هذا كلام؟ البرومو. اول اثنين قلنا نجيو. الله يبارك لك. العين دراهم. اش احوالك؟ فما مواطنه قرات هنا. الحمد لله. قالت لي قلبي يوجع فيا على المدرسه اللي قريت فيها. الحمد لله انا متذكرها تو. قال لي امشي لغاديك، امشي لها. انا هي شنو تو؟ هي مدرسه وحيلت على التقاعد. شو معناها؟ لان مرة 60 سنه. اه داكور. موقعش فيها صيانه. اه. بون احنا دخلنا، ما عنديش برشا من دخلت، انا دخلت انا 2020 لهنا اداره. يعني عملنا فيها حاولنا عملنا لها ملف وبحول الله. اي انا قريت لهنا وبحول الله. هي شنو؟ انت تقولي زاد. اي قريت لهنا. على مدرستك. مدرستك. معناها قلبك يوجعك عليها. مش يوجعني، انا عملت عملنا ملف وعملنا عديناه للوزاره. وتكفلت السنه الوزاره باش ممكن في ظرف شهر اخر تكون بالصيانه، الحمد لله.
معناها انا وصلنا بحول الليل حل توا وان شاء الله. اما الوزاره اليوم تتكفل تقوم بالصيانه بعد شهر من العوده المدرسيه، المفروض الوزاره كي مش تقوم بالصيانه تقوم بها في الصيف نورمالمون. زاد ما ثم زاد تراتيب اداريه. لاباس الحمد لله. مش المدرسه صغيراتك؟ صغيراتي. طيب ايش نحوي لها المدرسه؟ هاي والله تعبه المدرسه، مش حاجه ماشي حاجه جمله المدرسه، ما تسهلش باش تقرا فيها تلين يا عباب. اول حاجه البنيه بتاعها من 63 هلا هلا تشوفها بالتصوير يعني، وناقصه برشا حاجات، لا فاهم لا عسيس فاهم، راه واحد تجي تنظف وتروع على رأي. صدقيني تعب، شوفي تودوها تو مدهونه ريتاكي فيها مدرسه الدهن وصوت ول وحدات، شوفها هيك في شحال. احنا ماشيين توا للمدرسه، ان شاء الله ما يدورش تليفونات، ان شاء الله ما يدورش الالويت، ان شاء الله يا ربي. للتوضيح احنا بعثنا مراسله لوزاره التربيه باش تعطينا تراخيص باش نزوروا المدارس، باش نمشيو للمدارس ونقول لهم ما كومش وحدكم، نمشيو للتلامذه نقول لهم ما كومش وحدكم. التوا اليوم 5 سبتمبر اليوم العوده المدرسيه، التوا نستناو في اجابه، مازالت حتى توصل رئيس الديوان، والرئيس الديوان حتى يبعث للسيد الوزير، والرئيس والسيد الوزير يقول المكلف بالاعلام ويعمل لي انا تليفون. من 10 سنين يلحقوا العام الجاي، ان شاء الله سنين، ان شاء الله سنين نمشي بها. لا يوم عنا تهوني يا زينة البلدان. وفي الشتية في 6:30 نخرجوا في الجبل، قسما بالله تمشوا معانا وتشوفوا كيفاش نخرجوا في الجبل في 6:30. وحدنا الحلاليف المذيبة تشوفي كل شيء، والطبعة لهنا نخرجوا بالبوطات نجيبوا لهنا نبدلوا الرو، وتشهد نساء كلك فاش نجوم راه نخين ومبلولي. فمش وسيلة نقل توصل لهنا؟ نقل السنة قالك ما نخدمش، علاش؟ قالك ما باش يخلصوني ما نخدمش. جانا السنة باش نشكو، نحنا السنة جانا باش نشكو، قالوا لنا نحنا سي عملوا نقل ريفي، قالنا ما نجيش نهز كما السنة، خاطر نورمالمون وما خلصوهوش. والنقل نحنا شكون ثاني شكون نقل باش تقولنا بكيزمها جمعية باش تخلصني جمعية؟ شتي فرحانة بالعودة المدرسية؟ شتي فرحانة؟ لا والله لا مشني فرحانة، خاطر في الحق هذه مرمدة عندي أصغر منها حتى المشي ما تنجمش تمشي صغيرة. قولي أنت منين تجي؟ معناها تجي من بعيد ولا؟ من بعيد. دموعها هابطة؟ دموعها تقطر خاطر تقطر نهار المطر تبكي تقول يا ماما هزيني بارك. علاش تبكي؟ قولي شنو مقلقك أنت؟ حتى شيء. ما تحبش ترجع تقرا؟ نحب. ها؟ نحب. من علاش تبكي؟ انا خممت باش نبطلها من الاخر. ما تضحك بك من قرايتي. طفلة صغيرة تبكي نهار العودة المدرسية تقول لك ما نحبش نبطل، نحب نكمل قرايتي. انا قلت ما قلت والله شيء وجع القلب والله. حق المروج والخضر والبحر والصحراء. يضيع يا مدام. اولا ويقعد غادي في الحشيش والطبعه غادي كيتا غادي قال ما فهمش لهنا حتى شيء، ما فهمش شيء، ما فهمش حتى مكتبه باش يدخل يراجع فيها ويقرا قصه ويقعد، حتى اللي يجي الولي يهزها لا ما فهمش. لا والله حوي. اولا وقاعد غادي للطبعه قاعد للمطر وللصقر. حق الوفاء والصبر والود والعشره. بمناسبة العودة المدرسية نتمناك معودة ميمونة مكللة بالنجاح والتوفيق. حاولوا السنة نعملوا نقلة نوعية نكونوا في المراتب الأولى. تعدوني بالشيء هذا ولا لا؟ لا تعدون. حق المروج الخضر. ساعات يبقوا بربع ساعة لهنا والمعلمين ما توصلش مش وقت. ساعة ساعة باش يوصل. استنوا من روح ساعة يجوا المعلمات على 8:30 باش نقراو ونهزوا صغارنا في الدار. وتقوموا من وقت لوقت يقراو. مرة نص نهار مرة ماضي ساعة كل مرة كيفاش. مؤدبين متربين متخلقين
انتوما رجال نتاع المستقبل، انتوما اللي احنا ما عاملين عليكم في المستقبل، في بالكم انتوما باش تبدلوا الدنيا، انتوما باش تغيروا الدنيا. باهي هكا ولا ايه سيدتي؟ انا فما حاجه ديما مقلقتني في العوده المدرسيه، نهار العوده المدرسيه عرفت كل ورقه وستيلو نص ورقه عرفنا اسم الاب اسم الام، نحن ك شنو تخدم البو شنو تخدم الام، لا لا ما عندكمش تحكي اطار الاطار مستقر يعني الكلام اللي نعرفوهم بالاولياء نتاعهم باخوتهم بالظروف العائليه بالظروف الاجتماعيه. يوم عنا تقولي يا زينة البلدان بفضلهم محليكم، احنا جينا باش نقولوا لكم ما كنتش وحدكم، ما كنتش وحدك، احنا اليوم جينا باش نشوفوا المدرسه، جينا باش نشوفوا فين تقراو، باش الناس تتحرك وتعاون المدرسه هذيا، باش يقولوا لكم ما كنتش وحدكم، باش البلاصه هذيا تنوع، باش البلاصه هذيا تتبدل، باهي؟ اه؟ باهي؟ شنو تتمنوا انتم قولوا لي؟ مدرستنا تتصلح، أمنيتهم مدرستنا تتصلح، مدرستنا تتصلح. نحبكم الكل تقولوا مع بعض مع بعضكم ماكش وحدك متويلي خدمة. ماكش وحدك. ماكش وحدك. هاي ربي يخليك هاي. حق الوفاء والصبر والود والعشرة، حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفاء والصبر والود والعشرة. كل شيء حتى فقر الدم عنده غير يوجع. لبس انت عزيزتي؟ لولا هي لولا؟ لا ما شاء الله. شو بالك انت؟ انت لولا في القسمة؟ ما شاء الله عليك. لبس انت قولي لبس؟ لبس لبس؟ الحمد لله. لطف عليك عزيزتي، لطف عليك، شو اسمك انت؟ لين. شو اسمك؟ لينا. لينا محليها لينوشة، محليها تبا لينوشة. شكون يعطيكم التبشير؟ تاخذها من الإدارة الجهوية. الإدارة الجهوية للتربية والتعليم. يعني والمشروع يعني الزملاء كل مشروع واحد. كلكم عندكم أدوات مدرسية؟ إيه مزيان، وينهم أدواتك المدرسية؟ رقم باب. شنو؟ رقم باب. أدواتك المدرسية حرقهم بوك؟ علاش؟ ما يدريش. ببراءة الأطفال أدواته المدرسية حرقهم، علاش ما يدريش؟ عندكم عساس انتوما؟ ما عندناش عساس، عندنا عون تنظيف. والعساس وينو؟ ما عندناش. علاش؟ ما فماش. معناها مدرسة مسيبة، مدرسة مستباحة. في أي وقت؟ لا عساس لا صباح لا ليل. لا ما فماش، لا تهم. ياه. عندنا عون تنظيف من البابوش يعني ألي روتور تقريبا 34 كيلومتر يوميا تتنقل. كل يوم تجي مسكينة. يوميا. 34 كيلومتر عون تنظيف تجي للمدرسة هذه 34 كيلومتر. يا خي يا خي. يعني احنا عندنا عامين التالي توفى هو اللي كان لهنا ولد المنطقة في الكرمة هذيك تحت توفى غاش. شكون؟ العون اللي كان لهنا قبل. العساسة؟ العساسة. مات هوني في المدرسة؟ مات هوني في المدرسة. يا لطيف عليك. هو المفروض سنة روتريتي. يا لطيف، ميت غادي تحمل غادي؟ اي طلع باش يصبر الكرمة تاع احمد الله يرحمه. معناها حادث شغل هذا. لا ما تحسبش حادث. اما هو حادث شغل. هو حادث شغل. معناها كان طالع باش يصبر الكرمة اللي هي في المدرسة. لو 10 سبتمبر. ولو 10 وفي وقت ال. اي لو 10 سبتمبر يعني هو يبشر البرميه بالطبيعة. يبشر يخدم. معناها حادث عمل هذايا. اكسيدون دو ترافاي. لا تعرف صحيح. معناها نورمالمون يعطيو تعويضات الحاجة. حق الوفاء والصبر والود والعشرة. ثم أدواتك المدرسية باش تعدي عام مزيان، عام باهي وعام محليك. شفتها تشعل 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 هي؟ شفتها تشعل محليها؟ ها؟ في الليل تعمل هكا 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 باش تقول لك اقرا دروسك اقرا دروسك اقرا دروسك. يعيش ولدي الغالي وربي فضلك ربي نشعل. باهي
متفقين هم ادواتك المدرسه يعيشوا. حق كله حلو فهذا يكون جبل هذا كله حلو هذا الكل اللي تشوفيه وصغار يا وخي بون هو هنا في جبل ما كان المدرسه بدون سياج فما حد شيء ما فما حد شيء هنا لا مش لهنا هذا السياج تاع المدرسه راه اللوطه من اي ما فما حد شيء معناها يعني يدخل هو راه اتاكد 100% هو يحوس لهنا راه نحن نقرا في النهار ويجي يقرا في الليل شكو الحلو يجي يقرا هوني يقرا في الليل لهنا معناها ينجم الحلو يدخل يقرا مع تلامذة عادي جدا ان شاء الله ربي يستر احنا في النهار ان شاء الله نقولوا ربي يستر اما في الليل اكيد موجود دين قرا العلم ونور سيد الحلوف قالك خلينا نور مخي يجي يتعلم خلي يتعلم يا والله حويل يا والله حويل يا والله فين مشزني قول لي باش نتبعك انا ومشزني شنو تحبني نشوفه في المدرسه هذيا والله حاليا هي العمليات كل بيد الوزاره تو حاليا كل شيء عند الوزاره لان هي سيتكفلك بالكفلك بالموضوع وان شاء الله بحول الله اتمنى هي الوزاره وزاره التربيه والتعليم ربي اسرعي لا ان شاء قاعده الله. على عينيك تتفرج يا وزاره التربيه والتعليم اسرعي اما تحرر يا تونس الخضراء نجي بكري خرجت و جيت برسك وخرت شوية اليوم خرجت بستة وربع من الدار وصلت ثمانية غير ربع انتي مرأة مناضلة انتي مرأة مكافحة المرأة تقطع 34 كيلومتر باش توصل هنا وتوصل قبل الناس الكل يا خوتي ما شاء الله عليك الله وحد عليك شابو بال لله شابو بال تحياتي واحتراماتي وتقديري يا لله قولي سيد المدير انتي قلت لي انت قلت البلاصه هذيا نعرفوا بعضنا متعايشين مع بعضنا قولي شكون اكثر ناس هكا هو اسمعني ظروفها صعيبه على الاخر على الاخر على الاخر ما تنجمش اليوم توفر ادوات مدرسيه لصغارها شكون ما تنجمش اي هما تقريبا 90% الى حد هذه الساعه ما وفرش الادوات المدرسيه نتاعها بي اقول لك حاجه انا جبت معايا سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه سنه رابعه سنة خامسة سنة سادسة فما صغار سخفوني يبكيوا فما صغيرة قالت لي أمي تحب تبطلني من القراية علاش خاطر بعيدة قالت لي نقص كيلومترات هو أنا محل عدة نحن عدنا على بعد 6 كيلومتر تلامذة على بعد 6 كيلومتر وعملنا لهم عملوا النقل للريف المدرسي وعلاش نقل؟ كفل النقل الريفي بهزانها من العام كامل ما خلصوش لتو شكون خلصوا؟ جمعية النقل المدرسي. على اليوم أنت خاطرك جمعية وما خلصتش السيد نتاع النقل الريفي، باش تجني على صغار؟ معناها في بالك أنت يا الجمعية هذيا نجم تكون سبب باش الطفلة تبطل قرايتها. ما شفتش الطفلة اللي تبكي وقالت باش نبطل قرايتي؟ ما نحبش نبطل قرايتي نحب نكمل نقرا. فما ناس اليوم بالغصة وشغل قلبي. ولا محل نحن في الإطار هذايا. باش نعملوا قائمة للتلامذة البعاد ونقدمهم للسيد المعتمد ونحاولوا أن نشوفوا لنا ميني بيس لأن عندنا مش نحن بركة نسحقوا نقف في مدرسة المريج زاد عندنا التلامذة البعاد باش ناخذوا لهم نربطوا ربط كامل مع السيد المعتمد نشوفوا لنا المعتمد في عندنا في المعتمدية نمشي المعتمدية أنا قول مرحبا بك نمشي تحب انا نمشي وانا انا وياك نمشي انا وياك نمشي سيد معتمد بري دبروك هاي معاك هاي نمشي عمو الفزنة اليوم للا نعم للا ولد عنده فقد طوف القلب اي ولد شهر فقد بيه توا ما يتكلمش اي بالكوش توا 5 سنين بالكوش حكيت مع سي عبد الحميد قال لي ما عنديش امكانيه انه يدخل للصغار تاع مع الصغار تاع إلا هو عنده الحق والقانوني أن يدخل. مسيش قل المعلمة مسيش حالة إنسانية مسيش توسع بينها لا هي توسع بينها كلش عليها صغير. الزميلة هاني في بلاصتها هي راهي تقبله.
وتقري وما عندهاش حتى مزيه ومرحبا بيه في كل وقت وحتى الكوش لكن لابد من المختصين الاخصائيين نفسيين واجتماعيين اللي متفقين هذاك اما خلينا على الاقل هم يراقبوا الحالات هذه اما خلي على الاقل يدخل يقرا انا ضمنت لك شو يدخل يقرا كاين واحد اليوم يشوف فيك ويحب يتكفل باللي ريم نتاعك فنعطيه رقمك باهي داكوردو متفقين خلي لي رقمك شنو رقمك 28 573 256 اوكي لا متفقين تقول هذا يستحق اي ريم بجاه ربي اللي نجم يعاون اللي نجم يقف مع طول هذايا مش تشرفوا بجاه ربي يعيشكم ميرسي اخذت لي حد شيء طيب طيب تحب تقول لك انت ها راح نوريك واللي هاي اسمع نقول لك حاجه كان نلقى عنده ادوات مدرسيه راح روحك كان نلقى عنده ادوات مدرسيه ايش نعمل توانا مش معناتها حاجه ما تعطينيش راحت وباش نقولهم ما كاش واحد ما كاش وحدك برنامج ماكش وحدك تفضل ماكش وحدك يا مرحبا بك يتعدى نهار الاثنين يتعدى نهار الاثنين في حنا بعل مرحبا احنا قاعدين نعاونوا شوي شوية قل لي باش تنجم تعاوننا انا مشيت للمدرسة عندهم اشكالية في التبشير ما عندهمش تبشير وما عندهمش شرام بابي باش تنجم تعاوني كي مادام نحن رانا قاعدين نعاونوا بطبيعتنا تعرف المدرسه نين في انا هي مدرسه ولاد هليل ولا صدقني تكون في مدرسه ولاد هليل ورحمه بابا صدقك شو اسمه المدير سي عبد الحميد ها عبد الحميد تو جينا فرح نبعثوا لك عهد انا روح نبعثوا لك نمشوا نبعثوا لك مره بعثوا سيرا تفكر معاك امشي على روحي ربي يسعدك بعث لك سي عبد الحميد عبد الحميد بيدو نحبش عبد الحميد يخرج بحاجه في يده ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم سيد معتمد موجود خرج عندك نمروها على السلامه سيدي شنو لك لباسه سيد معتمد انا معك هاله زويدي من قناه هنبع البرنامج ماكش وحدك احنا قدام المعتمديه فحبينا نقابلوك باش نحكيو لك على وضعيه في مدرسه انا اليوم مشيت لمدرسه ولاد هليل لقيت صغار تبكي علاش صغار هذوما يبكي خاطر مهدين انهم يبطلوا قرايتهم على خاطر ما يلقاوش كيفاش يجيو للمدرسه عندهم اشكاليه في تنقل المدرسه يا سيد 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 معتمد سيد معتمد كي نقول لك راه بالحق يبكي ويبكي مانيش معناها مانيش اتخيل راني وانتي تتفرج فيهم من هالاثنين فرج وقل ياك تفرج فيهم من هالاثنين في التلفزة تفرج وقل بيبي استنيني استنيني مو فما حاجة عندي الموضوع هذي لازمني نوصلها المعلومة هذي قدام الكاميرا فما حافلة شنية الحافلة ذي فما حافلة تابعة النقل الريفي المدرسي باش تدور مدارس باش تدور المدارس اللي عندها إشكالية في التنقل منهم المدرسة هذه اللي أنا مشيت لها اليوم والحافلة هذه باش تكون متواجدة أبارتير من 1 أكتوبر ربي خليك يكثر منك الناس ونرجع لك نهار 1 أكتوبر باش نشوف الكاربة هي يبارك لك سيد معتمد ميرسي عايشة سيد المدير اللي سمعت سيد معتمد كنت معاه في التليفون قلنا له ألو سمعت الإجابة نتاعو مصورة تعهد سيد المعتمد باش تكون كار أبارتير من انطلاقا من 1 أكتوبر باش تدور برشا مدارس اللي عندها إشكالية في التنقل منهم المدرسة نتاعك أنت
فما إشكالية، أي إشكالية قولوا لي ألو تنجي نجري بهي تقولوا خاطر أنا في رقبتك الصغيرات اللي دموحهم هبطوا واللي نجموا اليوم النهار من نهارات يلقوا لويحهم خارج مقاعد الدراسة. ميرسي أنت يعطيك الصحة على الاستقبال، يعطيكم الصحة. كانت هذه ماكش وحدك اليوم، غدوة ماكش وحدك وعمرك ما تكون وحدك في بلاصة أخرى، نتقابلوا غدوة في نفس الوقت بعد الأخبار تلقاوني أنا مهدي مافي وحمزة ومروان في ماكش وحدك.